الخير والامل والتفاؤل والسعاده. صباح يوم جديد، يوم بدايه الاسبوع، يا رب يكون كده بدايته بدايه جميله علينا كلنا. 10 الصبح ده ميعادنا معاكم اللي بنتقابل فيه دايما بكل الحب وبكل الامل وكل السعاده ان احنا بنلتقي بكل مشاهدينا في 10 الصبح. صبح على كل بيشوفونا وبيتابعونا. كمان اسمحوا لي ان انا بصبح على زميلي ياسر، بقول له الحمد لله على السلامه، افتقدناك جدا الاسبوع اللي فات ياسر، ما كنتش معانا في 10 الصبح، لكن بتمنى ان شاء الله ان هو يكون طمن على والدته، والف الحمد لله على سلامتها ياسر. الله يسلمك. صباح الخير. ميرسي جدا. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. افتقدناك الاسبوع اللي فات لكن منورنا النهارده في يوم السبت. ربنا يخليكي، وان شاء الله المشاهدين كمان يستمتعوا النهارده معانا في الحلقه ان شاء الله. ويعني ان شاء الله كده تكون الظروف اللي مرت الاسبوع اللي فات على خير، والف سلامه على والدتك، وان شاء الله تقوم بالف سلامه باذن الله. ان شاء الله. طيب النهارده واحنا بنتكلم كده بنقول احنا هنتكلم في ايه، الحقيقه انا حابه اتكلم عن الاحساس في حد ذاته او المشاعر. الانسان ساعات بيحس ناحيه حد بمشاعر جميله قوي، لكن في احيان كتيره ما بيقدرش يعبر عنها بشكل صحيح. الموضوع دوت ممكن يعمل ازمه عند ناس معينه وممكن يفسد علاقات كتيره جدا. ايه رايك فيه؟ بصي، الموضوع مش سهل لانه بصي هي التمهيده بتاعتك كده خلى الموضوع كبير. حسيت ان الموضوع كبير قوي، احنا بنفضفض. كلها بتعتمد على العلاقة بين الشخصين، يعني الشخصيات لو متفاهمين يبقى كل الحاجات دي هتبقى بسيطة جدا. بس عارف في ساعات بيبقى طبعها كده، على فكرة ما بيبقاش يعني علاقة ما بين اتنين بس، يعني راجل وست أو حاجة، لا حتى في العلاقات الأصدقاء، يعني ممكن أنت تكون ليك صديق بتعزه جدا وتحبه جدا، لكن في تعاملاتك معاه هو مش حاسس بده، مش قادر توصله المشاعر دي بطريقة صحيحة. علاقة الأم حتى مع أولادها والأب مع أولاده، ممكن يكون بيحبهم جدا بتخاف عليهم جدا، لكن الاتصال أو طريقة التوصيل دي كمان مهمة قوي. ساعات يقولوا لك ايه، لا مش مهم نتكلم كتير، المهم الافعال. الحقيقة انا شايفة ان الاثنين مهمين، الكلام مهم جدا والافعال كمان مهمة جدا، عشان هما الاثنين يأكدوا بعض. ما ينفعش ان احنا نعتمد على طرف واحد في اننا نقول احنا بنحب انسان او احنا مشاعرنا حلوة ناحية انسان، فنكتفي بالكلام بس، نقول له احنا بنحبك وبنعزك و، لكن افعالنا تكون غير كده خالص. في نفس الوقت كمان ما ينفعش اقول لا ما انا بعمل من غير ما بتكلم، ساعات الكلمه بيبقى ليها تاثير ايجابي قوي. هي بتيجي من التربيه، لان المفروض في البيت من صغرهم الاطفال يبقى دايما الاهالي يعلموهم ازاي يبقى في تواصل، وازاي يعبروا عن نفسهم، ازاي يبقى في نوع من الاحساس بان الشخص ده على طول مفتوح ليا، ان اقول اللي انا عايزه واقول من غير ما يبقى في تعنيف لاي حاجه اقولها حتى لو غلط، فتديني الجرأه اللي على طول بطلع لجوه مشاعري، وازاي اقدر كمان اني اتحكم في ايه اللي يتقال ويتقال ازاي. يعني كل ده اعتقد انه بيبقى من السن الصغير المفروض بيتربى فينا. يعني عشان كده يعني التواصل ما بين الاولاد حتى وهم صغيرين ده مهم جدا. بلاش نبعد قوي اولادنا، نقول لهم ما تكلموش ما تصاحبوش ما تعملوش، لا مهم جدا ان هو يكتسب الخبره من هو صغير، ده هينفعه كتير قوي في المستقبل. واعتقد احنا في شغلنا بنحس انه مهم قوي الانسان يكون اجتماعي، لكن زي انت ما قلت بالظبط لازم ابقى عارفه الكلمه اللي انا بقولها دي بقولها امتى وبقولها ازاي، علشان ممكن ان هي تتقال في وقت تبقى مهمه جدا، ممكن تتقال في وقت تبوظ الدنيا جدا، فده شيء مهم. يعني احنا حبينا بس كده نبدا بمشاعر حلوه ومشاعر جميله، يا رب كلنا نقدر ان احنا نوصل مشاعرنا الحلوه لكل اللي بيحبونا وكل اللي بيشوفونا، علشان اكيد ده شيء هيسعدهم في النهايه. خلونا بقى نتكلم عن فقراتنا النهارده. النهارده معانا فقرات حلوه جدا، في واحده فيهم فقره انا يعني بالنسبه لي هتبقى خاصه جدا، لان هي عن نموذج محاكاه الامم المتحده او ال MUN زي ما بيقولوا موديل UN. دي عباره عن طلبه بيجتمعوا بيحاولوا يعملوا جلسات زي ما بالظبط الامم المتحده بتتعامل بكل القوانين بتاعتها، فبتدي وعي للطالب السياسه الدوليه ماشيه ازاي والمؤسسات الدوليه دي ماشيه ازاي. اهميتها بالنسبه لي لان انا كنت مشارك في نماذج زي دي، وكنت يمكن مع المجموعه اللي بدات الحكايه دي هنا في مصر، انا عجوز يعني قوي، فاللي بداوا هنا في مصر ايام الجامعه، ايام ما كنا لسه في الجامعه، وعملنا اول نموذج للامم المتحده اتعمل في مصر كان المجموعه بتاعتنا، وكان بعدها كمان عملنا نموذج جامعه الدول العربيه. تمام، يعني انت من الاوائل الناس اللي مش انا يعني احنا كنا مجموعه كبيره، يعني كان معانا دكاتره في الجامعه هم اصحاب الفكره دي. مش اكيد، لكن خلينا نشوف ايه الجديد اللي تم فيها بقى على مدار السنوات اللي فاتت، وايه الاضافه اللي ممكن تكون موجوده مع شبابنا النهارده، وحتى انت ممكن تعرف اختلاف التفكير بالنسبه لك ساعتها وبالنسبه لهم، واكيد اتطورت كتير. احنا
بدأنا كنا يا دوبك انا استمتع بالفقره دي بقى وهسيبك انت تعرف لنا الامور دي كلها. طيب الحقيقه احنا من الاسبوع اللي فات يعني حبينا ان احنا نشوف الاثار الجميله اللي موجوده في حديقه استوديو الجيب اللي احنا بنكون مع حضراتكم فيه، وقلنا ان دي فيها الاثار الحقيقيه الاصليه، علشان كده النهارده هنتابع معاكم اهم الاثار الموجوده هنا في الحديقه، واللي بندعو كل مشاهدينا ان هم يستمتعوا بيها ويتعرفوا على تاريخنا وحضارتنا من خلال الاثار. وطبعا هيكون معانا استاذ بسام الشماع علشان نقدر ان احنا يعني بالفعل نعرف التاريخ الحقيقي لكل اثر من اثارنا. واخيرا هيبقى فقره شعر، هيكون معانا الشاعر والصحفي الاستاذ الشاعر رامي زين، هيشرفنا النهارده، هنسمع اشعاره وهنتكلم معاه عن احوال البلد. دي كده مجموعه الفقرات اللي هنلتقي بيها مع كل مشاهدينا، ان شاء الله تكون كلها فقرات ممتعه ونستمتع بيها وكمان نستفيد من المعلومات الموجوده فيها. خلونا ناخد فاصل، بعد الفاصل على طول نرجع ونبدا مع حضراتكم اول لقاء من لقاءاتنا. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة 10 الصبح، مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة، بيكو بشعبها بجيشها بالشرطة، مصر جميلة جدا، مصر جميلة، مصر جميلة جدا، مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة قوي قوي. بتحبها؟ طبعا. مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة، هتفضل جميلة طبعا بالنسبة. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة، مصر جميلة، أحلى حاجة في الدنيا دي مصر، مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة بعشرة الصبح، مصر جميلة بناسها وشعبها، مصر أجمل حاجة في الدنيا، مصر جميلة بيك وباللي زيك كلهم، مصر جميلة، مصر جميلة يا ريس بكل ناسها وكل حاجة حلوة فيها يا ريس، وهتفضل طول عمرها مصر جميلة، ومصر جميلة. بحب طبعا مصر قد إيه؟ قد الدنيا دي كلها، طول عمرها جميلة إن شاء الله. والله هي مصر جميلة بأهلها. أيوة مصر جميلة، مصر جميلة، مش سامع، مصر جميلة، جميلة.